هلا جايز، كيفكم؟ اليوم رح نعمل تحديات كتير حلوة. اليوم انا جايب كيس، ماما مفاجئين هنا بمفاجأة حلوة. نشوفوا مع شوي، خلينا نحكين وإجا خلينا ننطر شوي. اوكي، تو نعمل ناشي سبور. يلا ما تنسوا تعملوا لايك وشات وسبسكرايب وفعلوا الجرس وخلونا نبدأ للفيديو. يلا اول شي نعمل هيدي، ترى نحط الكاميرا تحت على الارض. يمكن اجي هلا. للعشرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 10. كل الوقت عم بسمع صوت أسانسير راح جن. تعرف المفاجأة؟ أختي تعمل تبكي. ليكو شو عنا؟ عنا بلاي ستيشن. عنا بلاي ستيشن، كلكم بتعرفوا البلاي ستيشن أكيد. إجا. مين بيتسجل باركور؟ هل أنا بيعرف باركور؟ أنا بعرفه. اللي بيعرفه يكتب إنه أنا بعرفه. يلا خلينا نعمل كتير أشياء عشان هو بعد شوي بيوصل. خلينا نعمل فيديوهات كتير حلوة، كتير كتير. والله أنا اسمع كل الوقت تسلسل. انه هو اجا. يمكن هيدو، يمكن اجا مبارف. اجا اجا او لا؟ جلو بتحمس لنسو. أحلى متابعين عندي. يا جماعة كتير جوعان. طب نشوف إذا في أكل. ماشي شعبالي. أنا لما ما أشوف شيء هيك اللي بحبه ما أشوف كل شيء. هيك أنا شوفي، يمكن إجا طول الدور. انتظروا شوي، بدي اتأخر عليكم شوي. مين
انا بدي اتاخر عليكم شوي. يلا جنجي شوي اثبتكم، تعالوا لحظتكم تشوفوا التلفزيون كيف شايفين هالسيارة، تفرجوا عليها. رجعتكم سوري جايز تأخرت عليكم شوي، ايش تأخرت عليكم؟ تعالوا نحفظ الأرقام إذا أنتم بتعرفوا من الصغار، إذا في صغار عم يتابعونا تعالوا نحفظ يا شباب ويا بنات. 1 يعني 1، 2 يعني 2، يعني 2، 3 يعني 3، 4 يعني 4، 5 يعني 5، 6 يعني 6 يعني بالانجلش 6، 7 يعني 7، 8 يعني 8، وتسعة يعني 9، وكمان وعشرة يعني 10. وهولن بكرة هول كل يوم نعمل شوي، اوكي؟ ولا من ننظر شو من نعمل. طول رح اسأل امي اذا فينا نلعب بلاي ستيشن، اوكي؟ خلينا نروح. يلا قولي من نلعب ون فيفين. ليش ما عندي حطابة؟ انتو عندكم اياها؟
سألونا اكتبوا سألونا انه اذا عندكم حطاب قلولي اوكي يا شباب ويا بنات. انا كتير بحب الفوتبول. عملكم سحر؟ يلا اختفي. 1 2 3 شفتوا؟ رجعوا. اوكي 1 2 3 ترم شفتوا؟ انا زتيته ورجعت جبته. يمكن السحر كذب. اكيد السحر كذب. اوبا احكيكم في المرض. مرة من الأيام كان في بنت عمرها 20 سنة. كانت هي ورفيقتها تروح على بيت مسكون هي مغامرة. أم فجأة لما فاتوا على البيت المسكون أم فجأة شافت جنة هي وياه. أم فجأة الجنات هجموا عليهم وفاتوا بجسمهم. فجأة في صبي عمره 30 سنة هو مغامر كتير قوي ما حدا بيموته كتير قوي ما بيموت هو من الجنة. اجا على البيت المسكون هو مع هو ورفيقه. أم فجأة رفيقه انخطف من الجنة. أم فجأة أول شي ساعد صديق البنت اللي انخطفت بالبيت المسكون. فجأة كمان ساعد رفيقه للصبي اللي عمره 30 سنة. وفجأة عملها للبنت اللي انخطفت بالبيت المسكون مفاجأة لرفيقتها انه كانت هي كمان مخطوفة من الجنات. عم فجأة عملها اياها مفاجأة لإلها وخلصت القصة. توتا 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 خلصت الحتوتة. حطوا لايك اذا الفيديو اذا القصة عجبكم. اوكي انا كتير تسيت بدي اشوف الفيديو. دايما تحدث ريكون قصة اسألكم سؤالات. مين بيعرف روبلوكس يشترك بالقناة. مين بيعرف مين بيعرف سفنج بوب. اللي بيعرف سفنج بوب يشترك بالقناة. مين بيعرف رفيقه لسفنج بوب اشترك بالقناة. مين بيعرف ماينكرافت يشترك بالقناة. وهيدي هي السؤالات. اسأل ماما إذا وصلوا البداية أو لا. ما حد أخر. Thank you.
يعني راح اقول لك الفيديو هو باي.